وقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد النهضة لن يشكل أي ضرر على مصر، معتبرا إياه عنصرا هاما للتنمية ليس لإثيوبيا فقط وإنما لدول حوض النيل برمتها على حد تعبيره. السد لن يشكل أي ضررا بالنسبة لأي جهة أخرى أو لمصرية. السد هو عنصر هام للتنمية بالنسبة لأثيوبيا، ويجب أن ننظر إليه كتنمية بالنسبة لكم أيضا، كما هو يمثل مصدرا للتنمية بالنسبة لنا. هو ما حدث أنه تم إنشاء هذا السد في أثيوبيا، ولكن هذا سوف يسهم في تنمية حوض نهر النيل بيرو ولن يؤثر على مصر والسودان. إن أهمية أفريقيا وكذلك الروابط والأصول الثقافية بالنسبة لمصر وأثيوبيا تجمعهما أيضا نهر النيل، وهذا يمكن أن يقودنا إلى مجال جديد للطاقة وتحسين الحياة بالنسبة لشعوبنا.